الرحمن الرحيم. بالنسبة للمقابلة كانت مقابلة متكافئة من كلا الطرفين، بحكم أن المقابلة جات في واحد الأهداف جاو في لي بالاريتي، يعني الكرة الثابتة اللي جاو في المقابلة. وبالنسبة للتنغير، الفرقة ديال التنغير، أنه جاتنا واحد فرصة كبيرة، حنا كنتصدروا دابا البطولة وكنتمنى لهم التوفيق. السلام عليكم. شكرا. سيد المدرب، بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكركم على هذه الاستضافه. بالنسبه للماتش كما شفتوا في بريمير ميطون، راه كان شويه الماتش صعيب، باش لان في الاول كيكونوا لي زيكيب، كيكون جوج صنف ديال لي زيكيب، هاد ليكيب كتقرا هادي وهادي كتقرا هادي، ومالغري هاد المشاكل اللي كان كتشوفوا ديال التيران وديال الشمس، لان اون فاس الجول اللي عليها ديك الضربه، ديك البال اريتي وضربها للجوار مع الشمس دخلات ما جابهاش الجول، وهذا من بين المشاكل اللي تلقاوها في تروزيام ديفيزيون. كان مشكل ديال التحكيم في بريمير ميطون، كان شويه ديال الانحياز ديال التحكيم. مالغري هادشي ملي دخلنا للدوزيام ميطون، عطينا تعليمات للدراري باش يلعبوا الكره في الارض، ولعبوا الحمد لله الكره في الارض، واخا التيران شويه ما ساعدش، والحمد لله جات النتيجه. بالنسبه لنا هذه النتيجه راه ساتيسفيزونت، علاش؟ لان ليكيب هي اللي تابعانا الترتيب، دونك حنا خدينا البوان ديالنا، وهذا التعادل كنحسبوه انا طعم الانتصار، وكان هدي ليكيب وكل شيء، قال الناس ديال تنغير ولي جوار وكل شيء. شكرا شكرا.